تفضلتم أن السلطة هي الثمرة. طيب لما دام عرفت السلطة هي الثمرة إذا السؤال وغير وارد صار. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندما تتعرض الأمة الإسلامية البلاد الإسلامية للعدوان أو الاحتلال فإن جهاد الدفع يكون فرض عين على كل مسلم، فهل جهاد الدعوة يكون فرض عين في هذه الحالة أيضا؟ أكيد، ولعلي أجبت عن هذا السؤال في حلقة مرت، قلت نحن الآن نعاني مما يسميه الفقهاء حالة النفير العام، لأن هنالك عدوا نعم يغتصب الدار ويستلب الحقوق إلى آخر ما تعلمون. في هذه الحالة إذا استطاع المسلمون الموجودون في تلك البقعة أن يردوا غائلة هذا العدوان، عددهم وعددهم تقع موقعا كافيا، لا داعي إلى إضافة الآخرين. أما إذا لم يكونوا من الكفاية بمكان، ينبغي أن نضيف إليهم دائرة تبلغ مسافة القصر، كما قلنا مسافة القصر يضمون إليهم، لم يكن عددهم أيضا كافيا، نضيف إليهم دائرة أخرى أيضا مسافة القصر يعني حوالي 85 كيلو، كذلك غير كافي، الواقع ما بيكون كافي، نضيف إليهم. كلما رأينا أن العدد غير كافي نضيف دائرة أخرى، إلى أن ربما نجد أن جميع المسلمين في بقاعهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد. هذا هو الحكم. الآن حالة النفير هذه لا تحتاج إلى إذن الإمام، لكن تحتاج إلى ترتيب وإلى حكمة، وإلى أن كما يقول العز بن عبد السلام أن نتبين مواطئ أقدامنا، وضعنا بهذا الشكل هل يحقق ثمرة على الأرجح أو يقينا؟ بسم الله. إذا ترجح لدينا أنه لن يحقق ثمرا لا يجوز في هذه الحالة الإقدام. العواطف جياشة موجودة، وربما قام من هنا أناس وقام من هنا أناس، لكن السلطات غير موافقة أو أكثرهم في الواقع غير موافقة. طيب هل تتصور أن هذا سيحقق نجاحا؟ لن يحقق نجاحا. في هذه الحالة نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل. نعم سيد. سيدي دكتور، تهيئ المناخ المسلم، تهيئ المناخ المسلم أو الموائم، هل إذا انتهينا من تهيئه ضمن المسلمين، نعم، إذا انتهينا من تهيئه ضمن المسلمين أنفسهم في العالم ثم ننتقل إلى غير المسلمين، هل المقصود، أنا السؤال، هل هو المقصود من تهيئ المناخ أي جعل جميع الناس مسلمين وهو وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، أم دخول غير المسلمين تحت سلطان المسلمين؟ لا هذا ولا ذاك. يعني عندما نقول يجب أن نهيئ المناخ للجهاد القتالي، نعني بذلك المجتمع الإسلامي الذي توجد فيه ثغرات وتوجد فيه جيوب وعيوب، ينبغي أن نسد هذه الثغرات، وينبغي أن يعني نشتغل بمهمة الدعوة إلى الله بالطرق التي ذكرناها على كل المستويات ضمن مجتمعاتنا الإسلامية. فأنا لا أقصد أن نتوجه إلى خارج المجتمعات الإسلامية وندعو الآخرين إلى الإسلام، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يعني الأقربين، واضح كيف؟ هذا ما نقصده. فلست أقصد، بل علماءنا المسلمون نعم عندما يتحدثون في أول باب الجهاد، أول باب الجهاد مثل الإمام النووي في الروضة في المنهاج، في شروح المنهاج، يتحدثون عن إيجاد المناخ الإسلامي ضمن المجتمعات الإسلامية. نعم سيدي، إذا ضمن المجتمعات الإسلامية، إذا ضمن المجتمعات، كيف؟ إذا ضمن المجتمعات الإسلامية، إذا الغير مسلمين أو غير المجتمعات الإسلامية، يعني ما معنى الدعوة في غير المجتمعات الإسلامية؟ أليس معناها أن نوجد المناخ المسلم ضمن المجتمعات غير الإسلامية؟ لا يا أخي، معنى إيجاد المناخ الإسلامي لكي نحارب العدو، سوريا، مصر، العراق، الخليج، هذه البلاد
ينبغي أن نوجهها توجيها إسلاميا ونستثير مشاعر العبودية لله بين جوانبه ونفعل ما قد ذكرت. مو نروح على فرنسا وجه الناس بفرنسا مشان حتى قاتل اليهود بفلسطين، مو نروح على أمريكا وجه الناس في أمريكا مشان قاتل الناس في فلسطين. لا، نحن نتكلم عن المناخ الذي ينبغي أن نهيئه من أجل ماذا؟ من أجل مقاتلة العدو الجاثم في دارنا. ما عم نتكلم عن الدعوة كدعوة مطلقة بقطع النظر، هذيك لحالها. نحن نتكلم عن المناخ الجهادي الذي ينبغي أن نفعله من أجل تطهير الأرض المحتلة يا أخي، هذا ما نقوله. نعم. طيب، يبدو أن الوقت قد انتهى. نعم، على كل في الحلقة الآتية، في الحلقة الآتية يمكن أن تسألني السؤال الذي تريد، أي منكم يمكن أن يسألني سؤال أيضا متعلق بهذه الحلقة، لا حرج. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.